طيب نخش بقى على 2023 وبداية التألق الحمد لله مع الأهلي. بص يعني الواحد طبعا بيقول الكلام ده هزار، بس هي فعلا 22 كانت سنة مش حلوة أبدا كرويا وتحديدا على النادي الأهلي. قلنا هندخل السنة الجديدة وبداية أو ضربة البداية فيها كانت مع بيراميدز، وكان ماتش أكثر من رائع فنيا ونتيجة في الآخر. أنا عارفة إن حضرتك كنت مع كابتن إسلام الشاطر قبل المباراة بيوم، وحضرتك توقعت بيزد طبعا أو مبني الكلام ده كان على رؤية فنية إن الأهلي هيفوز، بس هل الفوز ده كان بالشكل ده يعني الثلاثية؟ وفي نفس الوقت هل فنيا حضرتك راضي 100% عن الأداء، ولا كان في برضو بعض المشاكل من وجهة نظرك؟ زي ما حضرتك تفضلتي كنت بتوقع وقلت للكابتن إسلام إن عندهم مشاكل في خط الظهر. الجول عندهم طبعا نتكلم على بيراميدز، هنا عندهم بيراميدز مشاكل. عندهم الجول كويس، عندهم خط الظهر فيه مشاكل، الاظهره لما بتزيد مفيش حد بيغطي من وراهم، المقدمه في وسط الملعب والمهاجمين عندهم طبعا، وقلنا رمضان بيلعب ازاي وعبد الله سعيد بيلعب ازاي، كله يعني اولا احنا بقى نتكلم عن فرقتنا احنا، اولا كان في التزام دفاعي جيد جدا، الى جانب بنلعب على المرتدة لأن ربنا سبحانه وتعالى وفقنا جدا في توقيت الأهداف. لما يجي جول في بداية المباراة أو ربع ساعة وبعدين الشوط الثاني برضه بيجي جول ثاني وبعدين في النهاية بيجي الجول الثالث، فتوقيت الأهداف كان مهم جدا. الجول الأولاني خلاهم ينطلقوا بكثافة أكثر، ابتدينا إحنا نلعب على المرتد. سقطت منا بلغة الكورة حوالي ثلث ساعة. في الشوط الاول بعد ما جبنا الجول حصل تراجع شويه، بقى في عدم التمريرات كانت فيها قصور شويه، ما كانتش سليمه، بتقطع كانت كتير التمريرات، اتعوضت بقى الشوط الثاني. الشوط الثاني بقى الميس باص ده قليل جدا جدا جدا، ثم اعقبه جول عمرو السوليه من الكورنر، ثم الجول الثالث برضو من حسين الشحات، وبرضو التوفيق بتاع ربنا بيجي لما يكون فيه الاسباب بناخد بيها وبنشتغل صحيح عليها صحيح. وبالتالي الحقيقه فعلا كان في روح قتاليه عاليه جدا غير الماتشات اللي فاتت، روح قتاليه، اللعيبه كلها ملتزمه، كنا بنشوف حسين الشحات وقبليه كريم بمجرد ما الكره بتتقطع بيرجع بيبقى مع هاني، علي معلول كان على طول سافيو كان بيرجع معاه برضه في حته التامين الدفاعي، حتى شريف او شادي كان الراجل مكلفهم برقم 7 اللي هو اسلام انه بيرجع يمسكه على اساس ان هو من اللعيبه الخطر في تيم بيراميدز. الكلام ده مع الكور الثابته مع التحركات في الملعب مع الهجمات المرتده، شفنا الهجمات المرتده من ناحيه اليمين كانت قويه جدا، صحيح، حسين وهاني. هاني كان متالق على فكره بصراحه، انا نفسي هاني بقى يستمر في المستوى ده بقى، ما يبقاش ماتش وماتش يعني، صح. مش هو بس يعني، في بعض اللاعبين عايزين زي ماتش بكره كده ان شاء الله. احنا ادينا 8.5 من 10 في الماتش اللي فات ماتش بيراميدز، عايزين بقى الماتش بتاع بكره والكل بقى الدوري كده ان شاء الله وافريقيا وكاس عالم للانديه، يبقى برضو بندي لجمهورنا. احنا شفنا جمهورنا عمل ايه مع الفريق، حاجه اكتر من رائعه. ده حياتي بتاع جماهير النادي الاهلي كابتن عادل، والله في ناس بتشكك كده في المقدمه بتاعتي، قلت حتى واحنا في موسم لا كان لم يكن الافضل علينا ان جماهير النادي الاهلي عمرها ما طلعت انتقدت بشكل اللي هو تكسر في الفريق، لا كانت بتزعل بتعبر عن ده بتتمنى الافضل لغايه لما النادي يقف على رجليه مره ثانيه، وقد كان. لكن قصه ان انا اتكسر وكده الحاجات اللي كنا بنسمعها دي ما كانتش جايه ابدا من جماهير النادي الاهلي ومعروفه يعني. عمر جمهور النادي الاهلي ما كان رد فعله سيء اطلاقا يعني، حتى لما حصل شهداء والاخر الماتشات اللي بعد كده عمرنا شفنا اي تجاوز. احنا شفنا الماتش اللي فات في اسوان ناس صحيح. ضربوا الحكم وخرجوه بشكل سيء جدا. عمر جمهور النادي الاهلي ما بيعمل كده اطلاقا، استحاله. احنا بنتكلم عن كيان نادي يا كابتن عادل، برضه ده بيفرق كتير يعني، حضراتكم فاهمين طبعا. جمهور راقي مثقف يعرف قيمه يعرف قيمه طبعا. النادي بتاعه يعرف قيمه التيشيرت بتاعه، يعرف مبادئ النادي، وهو اللاعب رقم واحد.
والله اقسم بالله ده اللاعب رقم واحد. انا عايز اقول لك وقلنا الكلام ده قبل كده والله يا جماهير النادي الاهلي بتدعم اي حد بينتمي لهذا الكيان حتى احنا كمذيعين يعني بقول لحضرتك وقلنا انا وكريم الكلام ده لما حد مثلا ممكن حتى يقول حاجه على تويتر ولا حاجه على السوشيال ميديا ولو كلمه انتقاد بسيطه مقبوله هو يخش يدافع يعني بنخش نقعد نقرا مثلا ونلاقي الاف بيدافعوا عنك مجرد ان انت بتنتمي لعيله الاهلي فيعني ما بالك بقى الفريق الاول واللعيبه ومجلس الاداره طبعا.